انت ايه اللي شايفه كانش موجود في الترم الاول فموجود في الترم الثاني، او ان انت بتترجى ايه يكون في موجود في الترم الثاني؟ ولو قابلت وزير التربيه والتعليم هتقول له ايه؟ اقول له يلغي الامتحانات. هو انا عايزه اتفادى التعليم كله اصلا، دي حاجه. لو قابلت وزير التربيه والتعليم، هو انا مش قابله الحمد لله، يعني الحمد لله عشان لو قابلته هو الحمد لله، ف يعني عايزه يلغي التعليم كله. هو نظام التابلت مطبق علينا السنه دي، هو نظام حلو لو كان بادئ من كذا سنه، اللي هو اتعودنا عليه واتدربنا عليه. والفكره ان هي فكره جديده، بس هو مش مجدد المناهج، عاملها على المناهج القديمه. فالمناهج القديمه مع النظام الجديد صعب، ان جاب لي فكر من بره، المدرسين مش مدربين عليهم، مفيش تدريب لينا على التابلت، فمفيش حد فينا عارف يتعامل معاه. وبعدين التصحيح اتغير 4 مرات. هو عايزين نزود حصص البي اي. البي اي الالعاب، عايزين نزود الحصه بتاعتها، هي بتبقى حصتين في الاسبوع وساعات بنتحرم منها. انا حابب لو سياده الوزير قابلني ان انا التعليم يتطور، في كان الانسان مش لازم الدرجات العاليه عموما في الثانويه العامه ثالث ثانوي توصل ان هو ما تدخلوش الحاجه اللي هو عايزها، ان الدرجات ان الامتحانات يبقى هو مش بيدرس كل حاجه عموما زي ما هو موجود دلوقتي، ان ثانيه وثالثه بقى بيدرس المواد كلها، يعني اللي خد علمي بياخد علم رياضه وعلم علوم مع بعض، لا يعني يتخصص في حاجة واحدة عشان يخش يقدر يذاكر ويقدر يوصل للي هو عايزه ويحقق اللي في أمانيه. 23 درس في مادة و22 درس في المادة التانية وحاجات كتير. أنا ليه أخد كل ده في ترم شهرين ونص؟ أولى وتانية بس هما اللي مجربينه، باقي الجريدز مش مجربينه خالص. يعني من الضروري ان هو تدريب المدرسين بلس الطلاب، وخاصه بيكون من المراحل الابتدائيه، يعني من كيجي يكون متعلم مع التابلت. عشان كده، عشان لو يبقى طالع فاهم الفكره ما بقاش حاجه جديده بالنسبه له، احنا بالنسبه لنا الموضوع كله جديد. يعني لو هتكلمنا عن ولاد حضرتك في كولي امر، يعني في مراحل التعليم، ممكن تقول ايه اللي حصل معاك في السمستر الاول في الترم الاول خايف يحصل في الترم الثاني او السنين اللي فاتت؟ التابلت ما فيش اي تدريب عليه، يعني مجرد سلموه للولاد ولسه ما اتدربوش عليه، لسه مسلمينه الاولى ثانوي السنه اللي فاتت والسنه دي، يعني ما فيش تدريب اصلا لا للمعلم. المشكله المفروض ان هي تتحل الترم الثاني بال انهم يدربوا الولاد عليه وبعد كده يدربوا كمان المعلمين. انا ما اعرفش، انا ماشي على الشغل الصبح، قالت لي 1 2 3، انا المستر بتاعي بيقول لي لو ما جبتش فلوس عشان اديك الثلاث شهادات بتاعتك انا مش هدهم وهبيعهم لاي حد، يعني ابيعهم ازاي لاي حد ما اعرفش، لان اصلا المعلمين ما عندهمش تدريب ولا خبره عليه، دي مشكلته. يعني انت لو سياده الوزير قبلك حابه توجهي له رساله وتقولي له ايه؟ اقول له الاهتمام بالتعليم مش بنشر التكنولوجيا، يعني ازاي ادي ولاد تابلت وهم مش عارفين يستعملوا.